ورسالة مهمة وجهها مستر بيتسو موسيماني إلى جماهير النادي الأهلي خلال ساعات. طبعا عايز أقول إن التقيت مستر موسيماني أمس الأحد في أوسكار وشوشة، راجل طيب القلب، راجل محترم جدا، راجل حبوب، عشق مصر وحبها بشكل مش طبيعي في وقت قياسي بصراحة. فمستر موسيماني يبدو أنه هو مطول معانا لأنه عشري وعاطفي ومحترم للغاية بصراحة يعني. أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا، بحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين. ربنا يخليك أبو حميد. إلى أخبار النادي الأهلي، نبدأ برسالة مستر بيتسو ميسوماني لجماهير النادي الأهلي. طبعا يمكن دي كانت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضيه. من الواضح ان موسيماني فاهم كميه جماهير النادي الاهلي بشكل كويس، الراجل كمان بيتفرج، بيتابع، بيشوف الانتقادات، اعتقد كمان عنده عين كويسه جدا، بيتابع الاعلام بشكل كويس، ودي حاجه برضو حلوه ان شغال في حاله عزله، فده امر جيد جدا. الراجل اتكلم بشكل مميز عن النادي الاهلي، اتمنى يكونوا موجودين يحضروا مباريات الفريق في الفترات القادمه، وقال كلمه مهمه لجماهير النادي الاهلي ان هم يصبروا على الفريق، عارف مش صبر في كرة القدم وضغط المباريات بيمنع حاجات كتير، ولكن هو سعيد بحظ هذه البطولات في هذا التوقيت وفي الوقت القليل، لكن هو قال ان عنده لسه حاجات كتير محتاج يعملها. فده اعتراف من موسيماني ان اكيد في اخطاء محتاج يتم تداركها الفترة القادمة، في بعض الامور محتاج يشتغل عليها الفترة القادمة، فده حاجة حلوة ان الراجل مش شايف رغم البطولات اللي حققها ان هو خلاص في الجنة، لا هو بيتكلم ان في امور هيشتغل عليها الفترة اللي جاية، فبيطالب جماهير النادي الاهلي بالصبر، في بعض الامور محتاجة يعني امور فنية وبدنية هتاخد وقت لكي يتم معالجتها. هو قايل انا جاي هنا علشان اشتغل، جاي هنا علشان اسعد جماهير النادي الاهلي، والحمد لله في ثقه من الجماهير وفي ثقه من مجلس الاداره، فده امر بيخليني ان انا اشتغل باريحيه. فهو بيطالب جماهير النادي الاهلي بالصبر على الفريق، الفتره القادمه هيكون في الامر مختلف بعض الشيء، هيكون في يعني استدعاء واعتماد على بعض العناصر كان من المفترض لا تشارك في الفتره الاخيره، فالامر هيكون مختلف جدا الفتره القادمه باذن الله. وده ياخدني يا استاذ عبد الناصر برضه لنقطه مهمه، ومن الواضح ان ده فكر موسيماني، لان زي ما حضرتك تعلم جدول الدوري العام تم اعلانه، والنادي الاهلي اول مباراه هتبقى يوم الاحد القادم 13/12، الاهلي مع مصر المقاصه في استاد الاهلي والسلام. يبدو ان موسيماني هلازم يبقى عنده لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز، هيبدا يعتمد على لعيبه لا تشارك بشكل اساسي حرصا على عدم ارهاق اللعيبه الاساسيين، يعني هيعمل روتيشن بشكل اجباري، هنشوف محمود وحيد، هنبدا نشوف كهربا بشكل اساسي، هنبدا نشوف اكرم توفيق بيبدا في بعض الاحيان، هنبدا نشوف صلاح محسن، احمد ياسر ريان، محمد شريف يعتمد عليه، هنبدا نشوف بدر دانون وايمن اشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعه اثنين بيشاركوا منهم، سعد سمير بيرجع، فهنلاقي ان في اكثر من مركز في لاعب واثنين ممكن اللي موجود اساسي في الماتش ده يبقى مستبعد المباراه اللي بعدها. في ظل ضغط المباريات اللي عند الاهلي في الفتره القادمه اصبح موسيماني مجبرا انه يعمل روتيشن حفاظا كمان على اللعيبه يعني. تمام يا باشا. من ضمن الاخبار المهمه مش عارف هيعجبك ولا مش هيعجبك، وكيل مروان محسن اعلن عن توثيق وتجديد تعاقد اللاعب مع النادي الاهلي لمده 3 مواسم. يعني ده تامر النحاس وكيل اعمال اللاعبين ووكيل اعمال اللاعب مروان محسن. هو مروان محسن احنا كنا اتكلمنا من اكتر من شهر ونصف تقريبا انه قام بتجديد تعاقده مع النادي الاهلي على بياض لمده 3 مواسم، كان متبقي بس توثيق العقد في اتحاد الكره وهو الامر الذي تم، وبالتالي مروان محسن يجدد تعاقده مع النادي الاهلي ل3 مواسم قادمه. وتامر النحاس اتكلم ان مروان محسن ما عندوش اي ضغوط، ما بيفكرش انه يبخل عن النادي الاهلي، موسيماني واثق فيه ومديله كل الدعم وعلاقته حلوه بكل اللعيبه، وبيطالب جماهير النادي الاهلي بالصبر لانه لاعب مميز وعنده الكثير، ولكن اكيد بعض اللعيبه بيبقى عندها توفيق وعدم توفيق، وده نفس الكلام اللي قاله مروان محسن بعد نهائي كاس مصر لما قال هو بيجتهد ويبقى التوفيق من عدم التوفيق من عند الله عز وجل. محمد محمود موقفه ايه؟
محمد محمود طبعا الاصابه لسه مكمله، يعني لسه بدري طبعا على عودته للتدريبات البدنيه بشكل كبير، لكن المميز ان سعد سمير ان شاء الله هو كان شارك في اجزاء من التدريبات الجماعيه، فمع عوده الفريق للتدريبات اليوم الثلاثاء يقدر سعد سمير يدخل تدريجيا بشكل كبير شويه بشويه، يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه والمباريات، ده امر مميز بالنسبه لسعد سمير. لكن محمد محمود لسه، كريم ندفد لسه، نتمنى الفتره الجايه باذن الله سرعه استشفائهم يعني. خلينا طب نكمل برضه ونطمن الناس على وليد سليمان، الحمد لله اخيرا جاءت نتيجه المسحه سلبيه. الحمد الحمد لله لله. على السلامه. الحمد لله على السلامه لوليد سليمان، يعني وليد سليمان واسرته كمان بالكامل الحمد لله جاءت مسحتهم سلبيه منذ ساعات علشان يقدر يشارك في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء، فالحمد لله وليد سليمان حتى هو كتب على الانستجرام انا وسلمى وسليم الحمد لله خفينا والنتيجة سلبية وحالتنا كويسة الحمد لله، فالحمد لله على السلامة النجم النادي الأهلي وليد سليمان. طيب نفس القصة يعني. قبل ما نروح لديانج، الناس اللي بتسأل عن السوبر الإفريقي يوم 18 في استاد برج العرب، يوم 18/12 في استاد برج العرب بإذن الله تعالى، والأمور بترتب على قدم وساق. هذه هي المعلومات اللي عندنا. السوبر المصري لم يتم تحديده، ولكن لن يكون قبل ما بين الدورين، وغالبا برضه احتمال يبقى لا في مصر عشان كورونا، الا اما لو الامور بقيت طبيعيه ممكن يبقى في الامارات. لكن السوبر المصري انتوا عارفين تم توقيع انه يلعب في الامارات، والتجديد العقد انه يتلعب في الامارات في ابو ظبي ان شاء الله تعالى، ولكن ما بين الدورين. ايه اللي هيستجد عشان كورونا؟ ليس لدينا معلومات حتى الان. اتفق مع حضرتك تماما، بس خلينا نوضح بس علشان حدث برضو بعض اللغط، يعني الاستاذ مازن مرزوق يعني رئيس لجنه المسابقات هو اتكلم وقال ان هيتم تعديل لائحه كاس السوبر، هو بيتكلم على تعديل اللائحه للموسم القادم مش الموسم الحالي، يعني المباراه القادمه في السوبر المصري مع ما بين الطلائع الاهلي ما فيهاش مشكلة، كان وقرار اللبس اللي الصحافه. حصل صح، برافو عليك. صح، لكن الموسم الجاي هم هيعملوا لائحه جديده، وبالتالي لو كان بطل الدوري هو بطل الكاس يبقى السوبر ما بين بطل الدوري وتاني الدوري، علشان بس ايه الامور تكون واضحه بكل يعني بخصوص هذا الشأن يعني. تمام. برضه نطمن الناس الحمد لله على ديانج برضه المسحه سلبيه، يقدر ينضم للتدريبات الثلاثاء ما فيش مشكله خالص، وكان من قبلهم احمد ياسر ريان برضه الحمد لله المسحه برضه جاءت سلبيه، ودي حاجه كويسه جدا جدا. احمد ديكلان بس هو اللي هيعمل مسحه جديده اليوم، او بمعنى صح هو عمل منذ ساعات نتيجتها هتبان اليوم الثلاثاء. احمد رمضان بيكهام ان شاء الله نطمئن عليه ويرجع ويقدر يشارك في تدريبات الفريق الفتره القادمه. برضه بالمناسبه نطمن الناس على الكابتن سمير عدلي، الحمد لله خرج من العنايه المركزه، الحاله الصحيه احسن ان شاء الله يعني يغادر المستشفى خلال اليومين القادمين باذن الله يعني. تمام. من ضمن الحاجات برضه الناس الاهلي علشان بس الناس اللي بتابعانا، الاهلي الثاني في التدريبات اليوم الثلاثاء، النادي الاهلي ما عندوش الحمد لله اي غيابات، الامور هتكون واضحه جدا والاستعدادات هتكون قويه جدا لمباراه طبعا الافتتاح الدوري العام الاحد القادم، واحنا اتكلمنا قلنا ان موسيماني غصب عنه هيبقى مجبر على استخدام بعض العناصر علشان ما يكونش في ارهاق او ضغط للعيبه في الفتره القادمه. من المفترض كمان خلال الساعات القادمه هيتم صرف يعني جزء كبير من المكافئات دوري رابطه الابطال الافريقيه، وان كان النادي الاهلي بيستعجل الحصول عليها من الكاس، طبعا الكاس بعد بعض التغييرات اللي حصلت واحمد احمد والكلام ده كله فهناك بعض التاخيرات، ولكن في النهايه يعني خلال الساعات القادمه يكون في فرق، واعتقد الكلام واضح من الاستاذ العمري فاروق والاستاذ خالد برندلي اللي اكدوا ان اي لاعب ليه حق عند النادي الاهلي سواء ميداليه او مبالغ ماليه هيتم الاحتفاظ بيها.